بسم الله هيا بنا نتحدث العربية. هل أنت مدرس؟ لا أنا طالب. أين تدرس؟ أنا أدرس في مدرسة اللغة الشرطة الإندونيسية. ماذا تدرس؟ أنا أدرس اللغة العربية. هل تتحدث العربية جيدا؟ نعم أنا أتحدث عربية جيدا. لماذا تدرس العربية؟ لأني أدرس العربية لأفهم القرآن والحديث. ما شاء الله بارك الله فيك. وفيك بارك الله. شكرا. حبا وكرامة. إلى اللقاء. مع السلامة.